أنا بدي أشوف كيف تعملي مد مع العين ويكون متساوي. تمام يا بنات، شوفوا اللي عندها صعب حكاية مد مع العين، فأنا إيش دائما أقول دائما اشتغلوا في الآي شادو، عشان إذا صاروا الثنتين ما هم طبق بعض ما تتوهقي. هذا الشيء. الشيء الثاني تقدري تستخدمي، تمام اسمك أسود أوكي. الشيء الثاني تقدري تستخدمي كونسيلر فاتح، لون فاتح. يعني إيش كونسيلر فاتح؟ يعني أو لون زي هذا، قلم زي هذا. خلاص تمام بنات، انت في النهايه اصلا حتحطي اضاءه تحته او تنظفي تحته، فاخذ قلم زي هذا اسوي من هنا. شوفوا هذه حد البوزه حقتي بيكون هنا، شفتوا كيف مسوي انا خط؟ ترى مره باين ومو باين، انا شايفته تمام، انتم مو مهم. لا يعني قصدي اكيد ان الزبونه ما حتشوف، انا المهم اني شايفته انا الارتست. تمام، حطيت هنا، اجي للعين الثانيه احط بالضبط مقابلها وأوخر شوية، أبعد عنها شوي. تمام، إذا شفته تمام رجعت الآن حطيت في القلم، ما شفته تمام خلاص ابدأ يعدلي، عاد ارفعي نزلي. فهمتوا؟ الطريقة الثانية إن أنا أخذ عادي أي لون بني بالشكل، خلاص تاخذي أنت أي لون بني زي كذا. طبعا بما إنه بنات اللي هو لا إله الله بودرة، معناها سهل إني أمسحها. تمام، البودرة سهل أصلاً إنك تمسحيها، شايفين؟ فأنا سويت هنا، أرجع أسوي مقابلها بالضبط في العين الثانية. طبعاً ارجعي شوية، كل شوية ارجعي عن الزبونة، عادي اطلعي برا الصالة بعدين. لا يعني أمزح، يعني بس ارجع عنها مسافة تقريباً كذا نص متر عشان تشوفي عيونها. تمام، شفتيها تمام خلاص توكل على الله. ما شفتيها تمام استمر في الرجوع، اطلع من الباب ولا ترجع زي كذا، ولا تعرضي نفسك للاحراج ابدا، الحياه سهله. ياكم يا رب. خلاص اشوف الثنتين الان شبه بعض كذا تمام، الان اقدر احبر فوقهم وانا مرتاحه، ضميري مرتاح. خلاص تحبري طبعا. بنات اهم شيء دائما قبل لا تبداي تحطي هنا شويه لوس باودر، عشان ايش؟ ما يسيح معاك، ما يسيح مع البنت اللي هو الرسمه. تدوم ضحكتك ما تفارقك يا رب بعد عمري يا رب يا نادي، امين وجميعا يا رب. فهمتوا بنات؟ اغلب البنات يشتكون دائما ان المدمع عندهم يسيح، ليش؟ لانه يكون في كونسيلر ويكون في فاونديشن، فدائما انت قبل لا ترسمي حطي فوقه شوي لوس باودر. تمام، طبعا اللوس باودر ما راح تخفي لك الرسمه اللي انت سويتيها، لا تخافي لأنه بيكون خفيف. حلو؟